يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم تجثو كل أمة يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول يومها ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال عن المهم هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا كلهم شر وبال إلا من نال القبول يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يوم رايتنا تنادي أين حي على الجهاد يوم صاحبها المنادي أين هل العقول يوم نسأل عن كرامة عن ضعيف عن يتامى قوم نخوض الحمام فالشهيد له القبول يومها ماذا نقول يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى لذة أجر وقربى يوم أقدام تزول يا شهيدا قد أنارا دربنا نورا ونارا للأعادي قد أغارا يقتفي نهج الرسول في جنان الخلد.